السلام عليكم. الكتف المتجمد او الفروزن شولدر، هكلمك ان شاء الله النهارده عن مشكله بتحصل في الكتف بتخلي الحركه بطيئه جدا، في تيبس في كتفك اضافه الى الم كمان شديد. هكلمك ان شاء الله النهارده عن الاعراض والاسباب وايه التمارين اللي تعملها لمحاوله حل او تقليل الالم المصاحب للمشكله. معاك دكتور احمد هشام، دكتور علاج طبيعي. طول مره تشوفنا سيش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم، اضافه ان في قناه رياضيه لتحليل المباريات، اكونت انستغرام تقدر تتابعنا وتسال هناك. شوف الانترو وتعالى بقى نتكلم عن كل حاجه تخص الفروزن شولدر او الكتف المتجمد. تعرف كل ده ان شاء الله النهارده على مدار الحلقه. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك، نفس الكلام اللي بقوله لك كل مره، اللايك هو مثابه شكرا اللي انت بتقدمها لي. مبدئيا بالنسبه للاعراض لازم تعرف ان الموضوع بيمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله التجميد او الفريزنج ستيج، ودي مرحله بيبدا فيها ان الرينج اوف موشن او المدار الحركي يقل، تبدا تحس بالم تيبس، ودي بتستمر من شهرين لتسع شهور. المرحله الثانيه ودي الفروزن، مرحله التجميد الاولانيه كان لسه فريز، لا دي فروز خلاص الدنيا اتجمدت، الالم بقى فيها بيبدا يقل ولكن التيبس بيفضل زي ما هو ما كانش زاد كمان، وبتستمر من اربع شهور ل 12 شهر. ثالث مرحلة وهي الذوبان، ودي مرحلة بتبدأ الدنيا ترجع زي الأول، الألم بيقل، التيبس بيقل، المدار الحركي أو الرينج اوف موشن بيبدأ يزيد، ودي بتبدأ من 5 شهور ل 24 شهر. لازم برضو تعرف إن الألم بيزيد بالليل وبيقل بالنهار، فلازم تاخد بالك إن الموضوع بيكون مؤلم جدا بالليل وبيأثر لي على جودة النوم. طيب حلو، دي أعراض المشكلة أو الثلاث مراحل اللي بنمر بيهم. إيه الأسباب؟ السبب المعروف والأشهر ان الكتف موجود فيه نسيج ضام، كونكتيف تيشو، النسيج الضام بيبدا يزيد يزيد ويبدا يمنع لي حركه الكتف، فبالتالي تحس ان في تيبس في الكتف، ده اشهر سبب. طيب ايه الريسك فاكتور او عامل الخطر؟ حاجات بتزود الموضوع. اولا العمر والجنس، فالسن فوق ال 40 سنه في ميل او الستات اكتر عرضه للاصابه من الرجاله. قله الحركه، فمثلا لو انت جبست ايدك فتره حطيتها في جبس لمده معينه وبالتالي ما بتحركش كتفك فتره طويله، بالتالي ده ممكن يسبب لي او يزود لي المشكله. بعض الامراض زي السكر وامراض القلب والاوعيه الدمويه والشلل الرعاش مثلا. طيب جميل، دي عوامل الخطر، ايه العلاج؟ اهم نقطه في العلاج هي التحكم في الالم، فلازم اتحكم في الالم بكذا طريقه. الطريقه الاولى عن طريق الادويه، مسكنات الالم مثلا، ودي بيوصفها لي الدكتور علشان يبدا يتابع معايا هل هدي كميه معينه وازود امتى واقلل امتى وهكذا، وبتبدا تمشي جلسات علاج طبيعي برضو لتقليل الالم بالنظام اللي عارفينه، سواء جلسات كهرباء، كمادات صوتيه او اللي الدكتور بيستخدمه، او حتى تمارين يدويه، وتبدا تعمل تمارين في البيت هقولها لك دلوقتي هتساعدك باذن الله كتير. بالنسبه للتمارين الكتف المتجمد، بتقعد وتسند ايديك على كرسي بالشكل ده وتبدأ تحرك ايديك حركة البندول لمدة دقيقة مع عقارب الساعة. خلصت دقيقة بتبدأ تعمل عكس عقارب الساعة عن طريق الشكل ده، موضوع سهل وزي الفل. بتبدأ تعمل الموضوع بوزن، ولكن هنبدأه قدام والورا الأول بالشكل ده. خلصنا القدام والورا، بنبدأ نعمله للجنب، سايد تو سايد، يمين وشمال. خلصنا سايد تو سايد، بنبدأ نعمله عن طريق ان احنا نعمل حركة البندول اللي فاتت بوزن، وهنا عايزك تعرف ان الحركة بتيجي من الكتف مش من الريست، مش الايد اللي بتلف، لا كتفك اللي بيعمل الحركة ذات نفسها، مع عقارب الساعة لمدة دقيقة. خلصت، بتعمل عكس عقارب الساعة لمدة دقيقة. التمرين اللي بعد كده هو الشولدر سكويز، بتقعد وظهرك بالشكل ده وتخلي كأن حد حاطط ايده ما بين عظمتين لحوق الكتف وبتقرب لورا جامد بالشكل ده، وبتبدأ ترجع لورا
تعمل الموضوع ده 12 مرة، واهم حاجة انا مش عايز رقبتك تقرب، انا عايزك تعمل الموضوع من غير ما تحرك رقبتك. التمرين اللي بعد كده بتنام على ظهرك بالشكل ده وبتمسك عصاية مثلا وبتبدأ ترفع ايديك لورا خالص على قد ما تقدر، تعمل الموضوع ده 12 مرة. الفكرة كأن ايدك اليمين بتساعد ايدك الشمال باعتبار ان الشمال هي المصابة. احيانا بعد التمرين بقول لك اهو ان ممكن يحصل لي او استخدم الجراحه. الجراحه بتتم وده نادر جدا انها تحصل، ولكنها ممكن تاخد بالك ان الموضوع يخف من 12 شهر ل 18 شهر، يعني من سنه لسنه ونص، وممكن يكمل لسنتين كمان وتبدا الموضوع يتعالج نهائيا كانه ما حصلش اصلا. فالفكره كلها في ان انا بتحكم في الالم بس. نهايه لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله افضل. الموز كان معاك دكتور احمد شامل دكتور علاج طبيعي وخصائص الغذائيه، تنساش تابعني على الانستجرام وتسالني هرد عليك باذن الله في اسرع وقت. بس كده، سلام عليكم.